بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم من جديد طلابنا الأعزاء. النهاردة إن شاء الله عندنا سلسلة مختصرة عبارة عن English Introduction. English Introduction، السلسلة دي إن شاء الله هتفيدنا كتير جدا في تعلم اللغة الإنجليزية، خصوصا للطلبة المتقدمين في المستوى شوية أو اللي عايزين يفهموا أكتر يعني إيه English. في الانترودكشن دي إن شاء الله هنتكلم على ثلاث نقاط أساسية. أولها إن إحنا نحاول نعرف يعني ايه اجزاء الكلام، زي العربي ما في عندنا اسم وفعل، الانجليش نفس الشيء، عندنا حاجه اسمها parts of speech. parts of speech، في parts of speech يفترض على الطالب ان هو لما يقرا جمله من الجمل يحاول يفهم الكلمه اللي قدامي دي اي جزء من اجزاء الكلام، وده هيفيدنا كتير جدا جدا في المالتيبل تشويس، الاختيار من المتعدد. احيانا يبقى مطلوب اسم ويجيب لي من الكلمه الواحده الاس والصفه والادفيرب، انا مش عارف اختار ايه. لو عرفت يعني ايه اسم، يعني ايه فيرب، يعني ايه ادجكتيف، هتعرف تجاوب على الاسئله ديت بسهوله جدا. طيب يلا مع بعض كده نشوف المحتوى بتاع النهارده. اول جزئيه بارتس اوف سبيتش. بارتس اوف سبيتش ليه اجزاء الكلام. ايه اجزاء الكلام اللي موجوده عندنا؟ عندنا ناونز، ناونز، ناونز اللي هي الاسماء. بعدين بروناونز، بروناونز اللي هي الضمائر اللي بتحل محل الاسماء، هنتكلم عليهم بالتفصيل دلوقتي. verbs، verb يعني فعل، اي اكشن، اي حاجه بنسويها. adjectives، adjectives، adjectives اللي هي الصفات بنستخدمها في وصف شيء معين. adverbs، adverbs، adverbs اللي هو الظرف، الظرف. preposition، preposition، preposition اللي هو حروف الجر، at، in. interjection، interjection اللي هي الحاجه اللي ملهاش معنى، بتعبر بس عن المشاعر. مثلا شفت حاجة أبهرتك، واو، تمام. تعال ناخد مثال بسرعة. أول حاجة عندنا كلمة noun. noun بيدل على place something someone، يا إما يدل على مكان، يا إما يدل على شيء، يا إما يدل على شخص. دي كلها nouns، زي Africa، زي happiness، زي author. بعدين عندنا pronoun. pronoun اختصارها pron. pronoun الكلمة دي بنشيل الاسم ونحط مكانه ضمير يناسبك. مثلا place something someone، دول شيلهم خالص ونحط مكانهم اي حاجه. I، you، we، they، he، she، it. بعدين عندنا الفيرب. الفيرب بيدل دايما على action، do something. مثلا read is a verb، write is a verb، kill، study، explore، murder، دي كلها بتدل على الافعال. في عندنا كمان adjective. adjective، انت سعيد النهارده؟ happy، I am happy، I am happy. sad، interesting، interesting، this book is interesting. beautiful، great، successful، دي كلها صفات، دي كلها صفات. في عندنا adverb، بسهوله جدا الصفه اللي موجوده عندي حط لها ly، طبعا في استثناءات بس العام الاغلب بنحط له ly. happy، happily، sadly، beautifully، greatly، successfully. ده بقى بيوصف طريقة عمل الحاجة. مثلا she smiles happily، she smiles happily، she painted the room beautifully. دي كلها بتدل على وصف لطريقة عمل شيء وليس وصف للشيء. ال preposition كلنا عارفينهم، أي حاجة كده ملهاش معنى بس لما تحطها مع مقطع تاني تديك معنى. مثلا look at، at لوحدها ملهاش أي معنى، نحطها مع look at تديني اي معنى. عندنا to، عندنا at، عندنا in، عندنا about، عندنا through. اوكي، اخر حاجه عندنا اللي هي interjection او interj، ودي زي كلمه او، واو، دي كلها بتدل على حاجه اسمها exclamation. شكرا جزيلا، اشوفكم على خير ان شاء الله.